اليوم العالمي للإذاعة، أي الإذاعات تحب تسمع لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القنوات العراقية أفضل كان أتابعها. نعم. أفضل يعني قنوات القناة العراقية. يعني بها برامج وبها محتوى هادف. بس على مستوى قنوات، على مستوى إذاعات راديو يعني. ها راديو المربط. دوما أتابع أخبار البصرة. نعم. دوما من راديو المربط. اليوم العالمي للإذاعة. أي الراديوات تحب تسمعها؟ والله المربط يعني البصرة أحلى راديو عندي أنا المربط. أي وقت تحب تسمع بيه؟ صباح أحلى شيء الصباح عندي. يعني صباح. صباح. أي صباح. صباح يعني صباح 8 يعني للعشرة 11. أي البرامج الإذاعية تحبها؟ البرامج الترفيهية الثقافية الأخبارية الفنية؟ والله كل شيء أسمع من عندهم حلو، كل برامجهم حلوة شيقة متنوعة. شكرا جزيلا. بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة أي الراديوات تحب تسمع أكثر؟ والله يعني دائما أسمع للمربط. نعم. وخاصة رياض البزونة هذا أستاذنا الفاضل، جولات الميدانية واللي عايش المجتمع يعني في كل الأحوال. أي البرامج الراديوية تفضل؟ هو دائما أنا ما أسمع غير المربط. برامج ترفيهية ثقافية فنية أخبارية؟ دائما على برامج اللي يعيش معاناة الناس. الناس العمالة والناس البسطاء والناس اللي تسترزق الله، يعني هو دائما فأني أتابع من خلال هذا البرنامج. إيش وقت تسمع راديو؟ بأي فترة من فترات اليوم؟ فترات يعني دائما من الساعة 10 إلى 11 دائما أكون متفرغ أسمع هذا. عليكم السلام ورحمة الله. بعدك تسمع راديو؟ أي نعم أسمع راديو. أي الإذاعة تحب تسمع لها أكثر؟ والله هي أكثر شيء الإذاعة مالتكم طبعاً، إذاعة جيدة وواصلة للمناطق مالتنا. أي فترة من فترات اليوم تحب تسمع راديو؟ يعني تكون بالعشرة بالإذاعة عشرة عشرة بالإذاعة. أي البرامج الإذاعية تفضل ثقافية؟ والله هموم الناس، لأنه أكثر شيء هسه عن همنا الوحيد هو هموم الناس وهموم هاي الناس الفقراء والناس المحتاجة، يعني أنه تطورون بعد أكثر لهم، خلوا لهم برنامج خاص للناس اللي تعبان حالهم. شكرا جزيلا.